زمان اشتغلت دبغت جلد سمك، انا كمان عملتها في البيت. بيجي ياخد اللون اللي هم ايه الزبون عايزه، يعني مثلا عايز بني، عايز اسود، عايز نبيتي، انا بديله اللون اللي هو عايزه. هدخل اوريكم ايه اللي بيحصل من قلب مدابغ الجلود. هقول لكم سر، لو عايزين تشتروا حاجات جلد، شايفين الجلد ده طري بيمط شويه، ده الجلد الضاني. ده لو انت عايز تشتري جاكيت جلد ده احسن نوع، ابقى دايما اسال الراجل عليه. الجلد ده بقى ايه، ناشف شويه، تقيل، ده جلد بقري، ده اللي بيتعمل منه الاحذيه والشنط. خليك مركز، ده بقى تقيل جدا. شايفين السمك ده، ده مش في فراغ، السمك ده اللي بيتعمل منه الحزام، ده جلد جاموسي. طيب للشخص العادي اللي هو زي مثلا كده، انا افرق لو انا بشتري منتج جلد، طيب افرق ازاي بين ده جلد طبيعي وده جلد صناعي؟ اسهل حاجه الولاعه دي، لو حطينا عليها النار يا جماعه المحفظه كلها هتبوظ. بصوا بقى الجلد الطبيعي بيحصل فيه ايه، نار، شايفين؟ مهما عمل مش هيسيح ولا هيحصل له اي حاجه. بصوا النار لو جت على ده هيبوظ، بصوا كده. هو بيجرب عليها النار، بدأ يسيح. الجلد بقى مراحله بتبقى عامله ازاي في الدباغه؟ الجلد بيجي لنا من الجلاد او بتاع الجلد، بيجي بملحه. احنا اول مرحله بنشيل الملح بتاعه، بنرجعه لطبيعته تاني. بعد كده بنعمل مرحله ازاله الشعر، بعد كده مرحله ازاله المواد اللي نزلنا بيها الشعر، بعد كده بتخش في مرحله اساس، بعد كده الكروم. دي كده وصل لغايه الكروم، بيسموها مرحله التحنيط الدائم. هو بيفرق الجلد بتاع الشنطه الاحذيه عن الجلد مثلا في التنجيد او كده؟ اه طبعا بتفرق في بدايه تشغيله، من البدايه خالص. جلد التنجيد بيبقى ليه شغله وليه فرسه، بخلاف عن جلد الشنطه وجلد الحزام وجلد الاحذيه، بيحتاج فرز جامد قوي. بيبقى لازم وش الجلد يكون نضيف جدا، يكون القطعات فيه قليله جدا. الفرز بتاع التنجيد اللي بيطلع بقى ايه، شنطه، بيطلع محفظه، عشان الاستنباط بتاعه التقطيع بتاعته أقل، تبقى اصغر. شايفين يا جماعه الحاجات دي مش عصيان، دي حاجه اسمها برجه. دي معموله من جريد النخل، ده مش خشب عادي، لا معموله من جريد النخل، علشان الجلد لما بتعلق عليه يبقى محتاجه حاجه ثقيله ما تتكسرش، دي تستحمل. الجلد ده ممكن يكون عيار جلد الملابس. خفيف قوي، بخلاف الجلد ده عيار 4 مللي، ده سميك جدا، ده رفيع جدا، ولازم الاثنين يخشوا على المكنه، بيتحدد السمك بتاعه على المكنه هنا. وفي حاجه زي كده، ده جلد نعام. جلد نعام؟ جلد نعام حقيقي. الجلود اللي هي جلد الثعابين والتماسيح والحاجات دي، ده ممكن تتعمل هنا برضه ولا دي؟ يتعمل هنا. جربت تشتغلوا فيه قبل كده؟ انا زمان اشتغلت دبغت جلد سمك. سمك؟ سمك ايه؟ اللي هو قشر البياض. ده بيشتغل في ايه؟ بيشتغل في ممكن يطلع منه شنط، يتطعم على شنط، يتطعم مع محافظ، انه جلد سمك طبيعي. انا كمان عملتها في البيت. في البيت كمان؟ بنفسك انت غاوي؟ سلام. ده جلد بيتعمل ملابس للجواكت والمحافظ والحاجات دي. بيجي من تحت كراست، بيجي هو طبعا بيجي كراست بيبقى خامه، بيجي ياخد اللون اللي هم ايه الزبون عايزه، يعني مثلا عايز بني، عايز اسود، عايز نبيتي، انا بديله اللون اللي هو عايزه. دي ايه، دي بويا؟ دي بويا.